عشت فترة اختبار كثير رائعة جدا. أنا هون دوري مشرف على البناء مثل ما أنتم بتعرفوا، إنما أنا واحد من الأسرة تبعيت الدير، انضميت لها الأسرة تبعيت الدير، عم بعيش مع جو العيلة. هل الاختبار هذا كان رائع جدا بالنسبة لي؟ كان نموذجي، لأني أنا عايش حياتي عمالا برا، إنما ما عشت هالاختبار هذا قبل هلا. هذا الدير كان مكان لأنه يلتقوا فيه كل العالم، مو طائفة محددة، وهذا الشيء اللي ميز هذا الدير. والحلو فيه انه هدفه كله توحيد جسد الرب، وهذا الشيء اللي ما عايشينه ابدا باي مكان ثاني. كنت اخذ فكرة عنه انه ممكن يكون قبل ما ادخل هذا الجو، كنت اخذ فكرة انه ممكن يكون قاسي، ممكن يكون فيه ضغط، انما وقت عشته عشت المحبة، عشت الفرح، عشت اختبار رائع جدا. بتمنى كل انسان يعيشه، لانه في سلام، في تعامل مع افراد هالعيله كانه عيله بتنتمي لإلي. يعني اخر شيء صرت احس انه انتمائي لهون، صرت احس انه هون اهلي.